الرحمن الرحيم. نبدأ النهاردة في شرح شابتر 7 في سيكشن 1 الجزء الأول من الايكونوميك كوست. الشابتر ده إن شاء الله هيكون هو مقدمة لشابتر 27 في هذا الكتاب. تعريف الايكونوميك كوست أو الانجينيرنج ايكونومي هو مجموعة من التقنيات أو المعادلات الرياضية التي تبسط المقارنات الاقتصادية بين عدة بدائل واختيار البديل الأفضل. ما فائدة الانجينيرنج ايكونومي لمهندس التكاليف؟ أول حاجة بيساعد المهندس في تحليل واختيار البديل الأكثر اقتصاديا بين العديد من البدائل. تاني حاجة، في بعض الأحيان المهندس بيلعب دور رئيسي في قرارات الاستثمار بناء على تحليله ده. تالت حاجة، في حالة لو أنا عايز أطور منتج، مهندس التكاليف هو المنوط بتحديد القرارات الناتجة عن التحليل الاقتصادي لهذا التطوير. المهندس يعرف يكون على علم أو على دراية ببعض التعريفات عن التكاليف. أول تعريف عندنا بيتكلم عن opportunity cost، وهو تكلفة الفرصة البديلة، ودي التكلفة أو الفائدة المحتملة اللي أنا تخليت عنها عندما تم اختيار بديل آخر. الاوبرتونيتي كوست، على نديله مثال اللي هو موجود في اقصى يمين الشاشه، ده طالب ثانويه عامه حصل على شهاده الثانويه، والده اداله 75000 دولار بحيث ان هو يكمل تعليمه في الجامعه لمده 5 سنين بواقع 15000 دولار لكل سنه، في حين ان هو لو ما دخلش الجامعه ممكن يكسب حوالي 20000 دولار في السنه. دلوقتي هذا الطالب لو قرر انه يدخل الجامعه، اذا في فرصة بديلة ان هو كان يكسب 20000، عبارة عن اللي هو شغله ان هو ما يكملش الدراسة ويشتغل او يفتح مشروع ويكسب منه 20000 دولار في السنة، وهنا تكلفة الفرصة البديلة هي مقدارها 20000 دولار. تاني حاجة نتكلم عنها هي السان كوست. السان كوست او ما يسمى بالتكلفة الغارقة، هي عبارة عن تكاليف دفعتها في الماضي في اتخاذ قرار معين ويجب ان لا تؤخذ في الاعتبار لاي قرار حالي. مثال على السان كوست، زي مثلا حضرتك عايز تشتري معدة جديدة وفعلا اخترت معدة زي مثلا كرين مثلا، وكان مطلوب منك تدفع دفعة مقدمة مقدارها 1000 دولار وبعدين معدة توصل لك، لكن في نفس الوقت لقيت واحدة تانية او معدة تانية افضل من الاولى وقررت انك تشتريها، واشتريتها بالفعل بقيمة مثلا 100000 دولار. الألف دولار اللي انت دفعتهم في الاول في قيمة المعدة الاولى كانت عبارة عن داون بيمنت او دفعة مقدمة، دي عبارة اسمها سان كوست، لا تؤخذ في الحسبان عند او لا تؤخذ في الحسبان عند تحليلك للقرارات الاستثمارية. سعر المعدة هنا هيكون 100000 دولار فقط بدون الألف دولار التي تم دفعها في المرة الاولى. ثالث نوع من الكوست نتكلم عنه اللي هو البوك كوست او القيمة الدفترية للأصول أو للمعدات، وهي قيمة أي معدة أو أي أصل من الأصول مطروحا منها قيمة الإهلاك. بمعنى لو أنا عندي معدة اشتريتها بمبلغ 5000 دولار والمعدة شغالة عندي، هل قيمة المعدة بعد سنتين هتفضل نفس القيمة؟ لا طبعا، هنا بيحصل حاجة اسمها إهلاك للمعدة أو ديبرشيشن، هيتم شرحه بعدين. لكن لو افترضنا ان قيمة الاهلاك للمعدة 2000 دولار، هنا القيمة الدفترية بتبقى عبارة عن قيمة الشراء ناقص قيمة الاهلاك، وبما ان قيمة الاهلاك كانت 2000 دولار يبقى قيمة البوك فاليو هنا او قيمة الدفترية عبارة عن 5000 دولار ناقص 2000 دولار يدينا في الاخر 3000 دولار. او رابع حاجة هنتكلم فيها اللي هي اسمها incremental cost او marginal cost، وهي عبارة عن التغير في التكلفة الكلية للانتاج او التكلفة الكلية للصيانة. في التحليل الاقتصادي تعرف بالفرق بين البدائل. لو اخذنا مثال، لو افترضنا انك بتعمل مقارنة ما بين معدتين وعايز تقرر هتشتري اي معدة فيهم، وعند تحليلك للتكلفة لقيت ان تكلفة الصيانة للمعدتين متساويتين، يعني هصلح المعدة الاولى مثلا ب 2500 دولار في السنة والمعدة الثانية ب 2500 دولار في السنة، لما اجي اقارن بين المعدتين ممكن نلغي تكاليف الصيانة لأنهم متساويين، يعني نعتبرهم كأنهم مش موجودين، ما يدخلوش معنا في المقارنة. على الجانب الآخر، لو لقيت إن في معدة من الاتنين
مصاريفها السنويه 1500 دولار. هنا يبقى في انكريمنتال كوست او فرق في التكلفه ما بين الصيانه هنا والصيانه في المعده الثانيه، مقدارها 1000 دولار عباره عن 2500 ناقص 1500، ولا بد ان يؤخذ في الحسبان عند اختيارك ما بين المعدتين دول. حاجه هنتكلم عليها او changes in costs، التغيرات في التكاليف. التغير في تكلفه اي منتج تحدث نتيجه لعده اسباب، ومن اكثر الاسباب شيوعا في تغيير التكلفه اول حاجه هنتكلم عليها الانفليشن. الانفليشن هنا وهو يسمى التضخم، وهو الارتفاع المستمر في المستوى العام للاسعار في اقتصاد دوله ما. لكن الانفليشن ده بيحصل لوحده؟ لا، في بعض العوامل التي تؤثر او التي تسبب الانفليشن، زي مثلا اول حاجه الماني سبلاي. طباعه النقود من البنك المركزي لاي دوله وبدون مبرر، دون ان يكون لها غطاء، يؤدي الى نتيجه واحده وهي ارتفاع الاسعار. ببساطه بيكون المعروض النقدي كبير، في المقابل مفيش اي زياده او موازيه في انتاج السلع والخدمات. يعني انا عمال اطبع فلوس في نفس الوقت انا ما بنتجش، اذا بيحصل تضخم هنا نتيجه طباعه النقود دي. تاني حاجه اسمها الاكسشينج ريت او اسعار صرف العملات. لو افترضنا ان في بلد اسمها ايه لها عمله قيمتها منخفضه بالنسبه لعمله بلد تاني اسمها بي، والبلد بي بتستورد من سلع ومنتجات من البلد ايه، هتكون التكلفة قليلة جدا بالنسبة للبلد بي، بحيث لان قيمة العملة للبلد ايه منخفضة جدا، فلما اجي استورد منها هبيعها انا بسعر اقل عندي في بلدي. طيب لكن لو العملة بتاعت البلد الفقيرة دي اللي اسمها ايه زادت قيمتها وحصل فيها نمو اقتصادي، ستحدث زيادة في الاسعار بالنسبة للدولة بي اللي كانت بتشتري بسعر اقل، وهنا ممكن يحدث في ارتفاع في الاسعار في الدولة بي، وممكن يحصل فيها نقدر نقول التضخم. تالت حاجة اللي تسبب change the cost او تسبب الانفليشن اللي هو demand pull inflation، وهو نظرية العرض والطلب، وده بينتج نتيجة اختلال التوازن في السوق، وده نتيجة ان الطلب على السلع او المنتجات اكبر من العرض او اكبر من انتاجها، وده يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتج او السلع دي، وبالتالي يحدث تضخم. رابع حاجه اسمها كوست بوش انفليشن، وده بيحدث نتيجه زياده في اجور العمال ورواتب العمال دي، او زياده التكاليف الغير مباشره، وده يؤدي الى زياده سعر المنتج، وبالتالي يحدث تضخم في الاسعار. تاني نوع او تاني سبب بيحصل فيه change in cost اللي هو deflation، وده عكس الانفليشن. الانفليشن تضخم او زياده في الاسعار، الديفليشن هنا الاسعار بيحصل لها هبوط او هبوط المستوى العام للاسعار في دوله ما. العوامل التي تؤدي الى انخفاض الاسعار هي نفسها العوامل التي تؤدي الى زياده الاسعار زي اللي حصل في الانفليشن فوق، ولكن بطريقة عكسية. على سبيل المثال العرض أكثر من الطلب، هنا سعر المنتج بيقل نظرا لقلة الطلب عليه. ثالث حاجة نتكلم عليها اللي هي الإسكليشن، وده بند يوضع أو يتم تضمينه في التعاقد ما بين المقاول والمالك، وده بيحمي المالك والمقاول من التأثيرات في زيادة أو نقصان الأسعار. بمعنى لو حصل زيادة في الأسعار، المالك هنا لازم يعوض المقاول بالقيمة دي، وفي نفس الوقت لو حصل نقص في الأسعار المقاول عليه أن يدفع للمالك قيمة هذا النقصان. رابع حاجة نتكلم فيها في الـ Changes in Cost اللي هي Currency Variation، وهو تغير السعر صرف العملة. لنفترض أن في شركة مالتي ناشونال بتشتغل في بلاد مختلفة، لو سعر العملة في بلد ما انخفض قيمته أو انخفضت قيمته، طبعا ده هيأثر على الربح العام للشركة. تخيل برضو أن في أصول مملوكة للشركة دي في بلدان مختلفة وسعر العملة انخفض، طبعا قيمة الأصول دي هتنخفض في الدولة دي، وطبعا ممكن يخسر الشركة. ممكن نقدر نعمل حماية للموضوع ده من تلك التغييرات، أو من ان هو ان الشركة دي تعمل عقود وتربطها بعملة بلد تكون مستقرة، يعني يربط كل
كل الاصول دي بعمله بلد تكون مستقره زي الدولار مثلا. هنا مش هيقدر، لو حصل تغيرات في سعر العمله هيكون طفيف جدا لانها مستقره جدا العمله دي. خامس حاجه بتؤدي الى تشينج ان كوست اللي هي governmental cost impacts، او بعض الاجراءات حكوميه بتفرضها الحكومه او سياسات تفرضها الحكومه قد تؤثر على التكلفه. منها اول حاجه regulation، عباره عن لوائح تفرضها الحكومات على الشركات، ودي ممكن تاثر على التكلفه لاي مشروع ما او اي منتج. تاني حاجه هنتكلم عليها اللي هو التاكسز، بعض الدول بتتبع بعض الاصلاحات في فرض الضرائب زي ضرائب الدخل، ضرائب الملكيه، ضرائب المخزونات، ضرائب العمل، ضرائب الايرادات وهكذا. ضرائب المبيعات مثلا، على سبيل المثال لو الشركه اللي بتبيع لك المنتج فيكون عباره عن محصل لتلك الضرائب، يعني ضريبه المبيعات دي عباره عن ان هو الشركه اللي بتبيع لك المنتج بيحصل الضرائب دي منك، الضرائب دي منك وبعدين يديها للحكومه، فهو عباره عن محصل فقط لضريبه المبيعات، لا تدخل في حسابه. في طبعا ضرائب على الدخل، ضرائب اللي على الدخل دي بتؤثر بشكل مباشر على صافي دخل الشركه. لو حصل مثلا ان الدوله دوله ما زودت الضرائب على الدخل، فهنا يحصل فيه خساره للشركه. طيب، وطبعا دلوقتي في حاجه اسمها ضرائب القيمه المضافه التي تم تطبيقها حاليا في بعض الدول العربيه اللي اسمها VAT، حاجه اسمها effective tax rates and marginal tax rates، ودي تسمى ب معدل الضريبة الفعلي، وفي حاجة اسمها معدل الضريبة الهامش. معدل الضريبة الفعلي عبارة عن ضريبة تحسب على الدخل الصافي للربح أو الدخل الصافي للشركة، لكن مقسم إلى شرائح. بمعنى يعني لو الدخل من 0 ل 50 ألف دولار مثلا ناخد عليه ضريبة 5%، لو الدخل من 50 إلى 100 ألف دولار ناخد عليها 10%، لو الدخل اكتر من 100 ألف دولار 15%. لكن المارجنال تاكس ريت، المارجنال تاكس ريت المعدل الهامشي، وهو يسمى هو اعلى نسبة عائد او اعلى عائد في الدخل المكتسب ويتخطى الشرائح المحددة. بمعنى انفستمنت تاكس كريدت، ودي حاجة ما يسمى بالاعفاءات الضريبية عن الاستثمار. بعض الحكومات او الدول عشان تشجع الاستثمار في بعض الاماكن اللي فيها ركود اقتصادي او عايزين يعملوا سوق تجاري او استثماري في منطقة معينة، بتيجي الحكومة تشجع المستثمرين دول عن طريق اعفائهم من بعض الضرائب زي الضرائب على الممتلكات. يمنح المستثمر حاجة اسمها تاكس كريدت، بمعنى اعفاء جزئي من الضريبة على المبيعات. رابع حاجة هنتكلم عليها من الـ Government Cost Impacts Depreciation and Depletion، اللي هو الاستهلاك أو والاستنزاف أو النضوب. الاستهلاك هنا، تعريف الاستهلاك هو مقدار النقص الذي يصيب الأصول الرأسمالية. على سبيل المثال لو أنا عندي معدة ما في مصنع ما، المعدة دي من الطبيعي إنه يحصل لها انخفاض تدريجي في قيمتها بمرور الوقت لأسباب تتعلق بالتلف او التقدم التكنولوجي او عدم الاستخدام، مما يقلل كفاءتها الانتاجيه. لذلك المعده دي مثلا قيمتها اول ما اشتريتها كانت ب 5000 دولار وعمرها الافتراضي 10 سنين مثلا، قيمه المعده تقل مع مرور الزمن. لنفترض ان قيمتها بعد 3 سنوات 3000 دولار، هنا الضرائب اللي هتدفعها في السنة الثانية على المعدة هتكون على قيمة ال 3000 دولار فقط وليست ال 5000 دولار. اللي هو depletion، وهو ما يسمى الاستنزاف أو النضوب، لكن ده يتم للموارد الطبيعية زي محاجر الحجر وأبيار النفط. في طرق كتيرة لحساب الديبريشيشن أو الإهلاك للأصول الرأسمالية. أول طريقة هنا عبارة عن الستريت لاين ديبريشيشن، ودي قيمة الديبريشيشن هنا عبارة عن سي ناقص ان على ان، هنا ديبريشيشن تشارج، والسي اسيت اوريجينال كوست قيمة المعدة أو قيمة الأصل ساعة الشراء، سالفج فاليو قيمة المعدة في نهاية عمرها الافتراضي، والان اسيت ديبريشيشبل لايف، ودي عدد سنوات الاهلاك. هنا لو احنا خدنا كمثال لو في عند اصل قيمته 5000 دولار، يبقى ده اسمه اوريجينال كوست، اسمه سي 5 ييرز لايف او 5 يير لايف
5 year love دي عباره عن ايه؟ عباره عن الان الاسيت ديبريشيبل لايف اند 1000 دولار ريزيدجوال فاليو سالفج فاليو او سالفج فاليو يعني قيمه المعده في نهايه الخمس سنين عباره عن ال 1000 دولار والريزيدجوال فاليو دي اللي احنا في الشابتر اللي فات شرحناها بالتفصيل. هنا ديبريشيشن عباره عن ال 5000 دولار اللي هو الاسيت اوريجينال كوست بنطرح منه اللي هو السالفج فاليو اللي هو ال 1000 دولار ونقسمه على عدد سنوات الديبريشيشن لايف هنا يدينا 800 دولار في السنه. يعني المعد هنا او الاصل ده بيحصل له اهلاك سنوي قيمته 800 دولار في السنه. تاني نوع في الديبريشيشن تكنيك اللي هو دبل ديكلايننج بالانس ديبريشيشن والقانون بتاعه عباره عن 2 على ان مضروب في الاوريجينال كوست ناقص البوك فاليو. طيب نشوف المثال اللي قدامنا نفس المثال اللي فات لكن هناخد الاسيت كوست عباره او الاوريجينال كوست عباره عن 5000 دولار. اول سنه هيبقى الديبريشيشن عندي 2 على 5 في 5000 هيدينا 2000 دولار. تمام ال 2000 دولار دول نطرحهم من ال 5000 يدينا البوك فاليو في السنه الثانيه. يعني البوك فاليو في السنه الاولى عباره عن 5000، طب في السنه الثانيه هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن ال 5000 دول ناقص ال 2000 هيدينا 3000 دولار، يبقى هو ده قيمه البوك فاليو في السنه الثانيه. في السنه الثانيه عايز احسب الديبريشيشن يبقى 2 على 5 في 3000 هيدينا 1200 دولار. طيب بعد كده عايزين نحسب البوك فاليو للسنه الثالثه عباره عن 3000 دولار اللي هو ده البوك فاليو بتاع السنه الثانيه، نطرح منه ال 1200 دولار بتاع الديبريشيشن بتاع السنه الثانيه يدينا ال 1800 دولار اللي هم دول اللي هو البوك فاليو للسنه الثالثه وهكذا وهكذا. رابع حاجه نتكلم فيها اللي هي في الديبريشيشن تكنيكس اللي هو موديفايد اكسلريتد كوست ريكفري سيستم ديبريشيشن، وده نظام ده يختص به امريكا فقط، تختص به امريكا في حساب الاهلاك للمعدات. النظام ده بيلغي تماما فكره العمر الانتاجي للمعده وبيعمل تسريع وتعجيل لاهلاك المعده عن طريق تصنيف الاصل القابل للاستهلاك الى 8 مجموعات. للعمر الانتاجي هو معرفه مجموع الاصول التي يقع فيها الاصل، بمعنى ان يتم التصنيف على مثلا اصل يستهلك كل 3 سنوات، كل 4 سنوات، كل 5 سنوات، وكل 7 سنوات و10 سنوات و15 سنه. انت بتشوف المعده بتاعتك بتكون عمرها الافتراضي كام؟ 3 سنوات، بتخش على الجدول وبعدين تحسب الاهلاك السنوي لكل سنه. الموضوع ده مختص بس فقط بامريكا. تاني خامس حاجه اللي هي اليونتس اوف برودكشن ديبريشيشن، وده بعرف قيمه الاهلاك عن طريق الاستخدام وليس عن طريق التايم، بمعنى لو احنا شفنا المثال اللي قدامنا ده عندي مثلا الطياره دي دلوقتي عايز احسب لها الديبريشيشن عن طريق اليونتس اوف برودكشن. اول حاجه لازم احسب حاجه اسمها الديبريشيشن ريت. الديبريشيشن ريت دي عباره عن قيمه الاصل او قيمه شراء المعده دي مطروح منها السالفج فاليو اللي هو في نهايه عمرها الافتراضي واقسمه على ال 100000 ميل. ال 100000 ميل دول عباره عن من المفروض ان قيمه الطياره دي او المعده هتمشيهم خلال فتره عمرها الافتراضي. بقسمه على 100000 بيديني في الاخر ان قيمه الديبريشيشن ريت عباره عن 0.6 دولار لكل ميل. طيب انا دلوقتي جيت في السنه الاولى مثلا مشيت 100000 او مشيت مثلا 20000 او 30000 ميل. طيب هحسب الديبريشيشن ازاي؟ اضرب ال 0.6 في ال 30000 يدينا 18000 دولار، يعني قيمه المعده دي نقص منها ما يعادل 18000 دولار في خلال السنه الاولى، نظير انها اشتغلت او مشيت بمقدار او تم التحليق بها بمقدار 30000 ميل اي ما يعادل 18000 دولار. ان شاء الله نستكمل المره الجايه شرح الجزء التاني.